مرحبا بكم شوات ماما. اليوم حبيت نشارككم في وصفة عائلية تاع العصبان. دونك هي وصفة يعني بالك تجيكم طريقة جديدة. هاد الوصفة لي سي اون روسيت تري اوريجينال. علاش هاد اوريجينال؟ لانه ما نديرش هاد الوصفة ما نطيبش اون صوص وحدها ومن بعد نعمر العصبان وهاديك العصبان نحطو داخل لاصوص. نو، هاد الوصفة ندير كلش يعني كي ندوزن كلش داخل لافارس تاع العصبان، وهذيك لافارس هي اللي تمدلي نحطها، نحط العصبان داخل الماء يغلي ونتقبو، وهاد لافارس هي اللي تمدلي لاصوص. دونك نروحو خطوه بخطوه باش تفهموني مليح. نبدا بالمقادير. بسم الله، اول حاجه نسحقوها يا دواره. نحب دائما ندير قطعة تاع لحم غنمي داخل لاصوص باش تطلق البنه. لافارس واش نسحقو؟ لافارس نسحقو غرنوق مقطع، يعني دي غرنوق اللي هو الرية مقطعة الى قطع صغيرة جدا. هاوليك قطعته رقيق. دونك بيان سور غسلتو غليتو في الماء ودرتلو كلكو زيبيس باش تروح له الريحة. غليتو مليح وقطعتو الى قطع صغيرة. نحبو كي يطلق البنة داخل العصبان، بصح ما نحبش يكون يعني دي مورسو كبار، ما نحبش كي ناكلو نحس بلي فريمون لو مورسو كبير، نحب يكون صغار بزاف. نسحقو لحم غنمي دونك مقطع الى قطع صغيره. تانيت انا ما نحبش ندير فيها المصارن، تحبوا ديروا تقدروا. نحتاج الى زوج ربطات حشيش، حشيش مقطفه دونك كسبر، ومع هاد زوج ربطات حشيش درت خمسة ورقات تاع نعناع دونك دو لا مونت فريش، قطعتها الى قطع صغيره. تانيت نسحقو 3 حبات طماطم مرحيه، ورحيت معاها 7 سنات ثوم. دونك استعملت معاها الثوم، درت 7 سنات مع 3 طماطم مرحيه. نسحقو ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره كونسونطري طومات، نصف حبه تاع الحار مقطعه الى قطع صغيره، زوج حبات بصل مرحيين، كميه صغيره قيس يعني كاس صغير تاع الحميصه وقيس كاس صغير تاع الرز، ملح، فلفل اسود، فلفل احمر، كرويه وزيت نباتي. هذا فيما يخص يعني لافارس تاع لاسبان. وفي الاخير واش حن بولاسوس واش نسحق الخضر. هذه كنت نسحق انا، حنستعمل نسحق اكزاكتومون لا ميم الخضر كيما كي ندير الطعام الكسكس الطعام الاحمر. نسحق قرعه لفت زروديه حار وحبه بطاطا اللي يحب البطاطا. دونك هاد انا العصبان هذا انا ناكلوه، حنا ناكلوه بالطعام. دونك تقدروا ما تاكلوش اللي ما يحبش الطعام. نقول لكم يعني سي تقدروا تجربوه. سا بو باريتر بيزار دي فوا لي كيفاش تاكلوا عصبان بالطعام وكلش، مي كي ذوقوه يعجبهم بزاف الناس. دونك نقول لهم تجربوه يعني كل مره وشوفوا النتيجه. يا تحبوا تاكلوه يعني عصبان وحده اون صوص بلا طعام، واش تقدروا ديروا فلاصوص من الاخر تقدروا تزيدوا دوزنوها، تزيدوا لها شويه طماطم ودوزنوها شويه بصل باريزون باش تختار شويه. وأوليو ما ديروا كامل هاد لي ليغوم، ديروا فقط اللفت القرعه وزيدوا معاهم شويه دلبانه. فوالا نبداو بسم الله. اول حاجه نهضر لكم على الدواره. دونك الدواره انا كيفاش اول نصيحه يعني هي كي تشروها بون في العيد ما نشروهاش، دونك ما عندناش واش نخيرو. مي الا كان شيتوها عند لو بوشي خيروها دائما فريشكا جديده، وخيروها يعني بيضاء باش ما تعبكمش في التنقيه تاعها. انا باش نقيها درت لها دونك شللتها دابور بيان تحت العين، نقيتها من برا من الداخل، ومن بعد حطيت زوج قدرات ما يغليو دونك درت فيهم معاهم القارص. تقدروا ديروا الخل ثانيت لو درت فيها القارص، ودوزين درت فيها القارص وزدت لها شويه فلفل كحل وقرفه فريمون باش نحي لها كامل الرائحه تاعها. حطيت الدواره داخل الباسينه، فرغت الماء يغلي في ماء سخون داخل فوق هذيك الدواره وخليتها واحد 5 دقائق. هنا ننصحكم جامي تغليو هاد الدواره، سينو تكمش لكم ما تقدروش تخدموها من بعد.
بالماء سخون تتنقع تخي فاسيلمون من برا من الداخل، كرطوها برك بالموس. انا عاودت العمليه يعني مرتين، المره الثانيه عاود درتها في الماء السخون اللي قلت لكم بالقرفه، وكي كيما تنقيتها كامل شللتها ودرت لها الداخل. شوفوا هاد النقاط هذوما، درت لها الداخل يعني درت لها القرفه اللي كاين نقاط القرفه داخل القرفه باش تكون فيها ريحه مليحه. وفي الخياطه، دونك الخياطه جبت يعني حبيت نوريكم هاد الطريقه تاع جدتي الله يرحمها. هاد الطريقه فريمون هايله، ما تعبناش كامل بزاف، يعني ساعات نخيطو تلقاهم الناس يخيطو العصبان يخيطوه بالوحده ويكملوا يعمروها لداخل ويكملوا يخيطوا يعني يخيطوا بالبرا. حنا واش نديرو؟ حكموا العصبان تاعكم خيطوه عادي، بيان سو خيرو دو بريفيرونس خيرو يعني خيط اسود ولا خيط فيه لون غامق باش ما تلقاوه الخيط. خيطوه كامل ودائما خيرو خلوه فتحه هنايا، خلوه هنايا، خلوه جوست فتحه صغيره داخل هناك، تشوف القرفه لداخل ذات القرفه، خلو فتحه صغيره هكذا باش من بعد اليوم نكملو نخيطو نعمرو بك الحبه تاعنا. وهذا الخيط ونخلو الخيط نخلوه طويل ما نقطعوش يعني قد، ومن بعد ندورو عليها فقط ونعقدو. هاكا نربحو وقت كبير. انا خيطتهم كامل، خيطت كامل يعني الدوارة تاعي خيطتهم كامل عصبانه باش من الاخر نعمرهم فقط وندور عليها. هذا فيما يخص الدوارة. دوك واش نديرو؟ نبداو نخدمو في لافارس. نسيت نقولكم حاجه برك، هنا بيان سور كي ديروها فقط ساعات يتعاونوا زوج ولا في لي باري، يفو فيغ تري اتونسيون البرا كي تكملوا تخيطوا بها دائما حطوها بجانب، جامي تخلوها قدام العصبان يعني يقدر يدخل فيها اي سي تري دونجورو. فوالا نحطوها بجانب ونبداو نخدمو لافارس. اول حاجه نحط الغرنوك، بسم الله. نزيد اللحم، نحط الحشيش الكسبر مع النعناع. الطماطم اللي قضلت معها 7 سنات ثوم، الحار، الطريقه هايله. ديروا فريمون كلش داخل يعني داخل الحشو، ونديروا ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. نزيدوا الحميصه، ريحه تحايد تطلع ديجا كي تخلط الحشيش يعني مع كامل مع البصل ويبن ريحة رائعة. الروز هنا ندير شويه ملح، نزيد ملعقة صغيرة، فلفل اسود، فلفل احمر، ملح،
مكروية، وفي الأخير زيت فيها زيت نباتي. دونك عيدكم يا ميزانكم، ديرو ان بون فيلي، فوالا هنا نخلطو كلش. نبداو نخلطو دابوغ بالملعقة ومن بعد نكملو نخلطو بيدنا. تسون تخي تخي بون، بدات تطلع الريحة. هاد الحشو تقدروا تخدموه لافي، يعني ليلة اللي ما تطيبوها تخلوه في الثلاجة يبات ليلة كامل، هكذاك باش لي سافور كامل يتخلطوا. ناس ام غابة كي كنت صغيرة كنت نحل الريفريجيراتور في الليل ونحشم الريحة هذيك تطلع تاع الحشيش، و يعني ريحة فريمون هايلة هايلة. هنا نقول نزيد شوية فقط تاع طماطم مصبرة، ما درتش سوفيزامون. الا ما عندكمش الوقت تقدروا تعمروها مباشره الاكياس تاعكم، ولا عندكم الوقت بدكم خلوها تريح شويه لا فارس. نخلطناها مليح، نقدروا نعمروا الاكياس تاعنا. انا ما نش حنعمرهم كامل دركا، انا راح نخليها تباتري حتى غدوة صباح ان شاء الله. نعملكم فقط كيس باش تشوفوا بك كيفاش نعمرو. نعملو هكذا، ندورو هكا باش نحلوه نعمرو فاسيلمون. اي نيزيتي با باش تعمرو بيديكم مباشرة. هنا بيان سور يفو با نعمروها حتى الفوق، خاطرش فيها الروز، وكي فيها الروز هداك الروز حيتنفخ، وكان تعمروها بزاف حتى ترتقي لكم الداخل كي طيب. دونك نعمروها و 3 كار، يعني الثلث تاع الحد نتاعها. نبدا نعمرها، نزلها شويه فقط. فوالا نخليها شويه هاد الاسباس باش تنفخ. انا كنت تشوفوا هذا الخيط هاوليك، خليته طويل سوفيزامون طويل باش نربطها. هذاك الثقبه هاي ليك،
واش ندير. واليوم ندير نخيطها ونبحر الوقت في كل وحده، ندور مباشره عليها خطره زوج، ندير صبعي صبعي راه هنا ونعقد، عاود نخرج الخيط من الجهه الاخرى ونعقد شغل ينبوخس، نعقد هكذا نعاود ثاني الطريقه، نقدر ندورها بليزيوغ فوا ونزيد المره الاخرى نزيد نعقدها، نعقدها دو تخوا فوا يعني مرتين ثلاثه فوالا، نعقدها تو سامبلومون هكا نكون سور بلي ما تحليش وتجيني ساهله. هاي لك العزبان تاعي، هاي لك. انا نخلي لافارس تريح شويه، نكمل عمرهم كامل وان شاء الله نطيبوها مع بعض. اذا نبداو نطيبو في العصبان تاعنا. بسم الله، انا كملت عمرت كامل الاكياس، نحط دون اون كوكوت، دونك يعني نصحكم طيبو في اون كوكوت باش يطيب لكم فريمون طيب زبده. في الغداء تقعد طول يعني فريمون لو مومون ما طيبوش مليح. نحط الاكياس تاعي كيما راهم، نحطهم ديريكتومون داخل الماء كيكون كيبدا يغلي كيبي يسخن. بسم الله، نحطها مباشرة، لاكوكوت عمرتها الى في النص. نحط كامل الاكياس تاعي، وما ننساش من الاخر نزيد، ما ننساش يعني اللحم غنمي اللي خليته باش نحطو لداخل باش يطلق البنة. هنا واش حيصرى؟ غير تبدا تغلي، يغلي مليح الماء حيتنفخو كامل الحبات، وكي تنفخو لازم تقبوهم باش هذاك الحبات يخرجوا لاصوص. بدا تغلي، نحسبو شحال من حبه عندنا باش نتقبوهم كامل ما نغلطوش. شوفوا كيفاش تمتم تنفخو. كنا واش ندير؟ نحكم موس ونبدا نتقب فيهم بالوحده. هاريك تنفخت فريمون تري تري بيان، نتقبوها شويه برك بوحدها. شوفو غنتقبها باش تخرج لاصوص. نتقبها من جهتين، نشوفو الحبات الاخرين، نتقبوها فريمون بالوحدة. نقدر نحطها معايا جنب باش ما نغلطش، يعني باش تلقاهم بلو فاسيلمون، عاد نحيهم. بعد دي كوتي انا عندي ست حبات، كنا نحط نزيد هذاك القطعة تاع اللحم باش تطلق البنة. نرق عليها لا كوكوت، نرق عليها الغطاء، نخليها طيب عقلها. كي طيب كامل هنا، اذا عندكم كوكوت فريمون كبيره كي طيب كامل في نص طياب حطوا لي ليغوم،
انا لا كوكو تاعي صغيره دوك نخليها يطيبو كومبليتمون، نحيها ونحط الخضره تطيب، دوك نحط كامل الخضره اللي قلت عليها مع الحراره لافا ونولي لكم ان شاء الله. العصبان تاعنا راه واجد جا فريمون بنين يهبل وفي ريحه العيد. دونك انا درت طبقين، ما درتش طبق واحد. دونك لو بروميي دونك العصبان قدمتها بالطعام، انا نحب ناكلها هكذا. دونك نخلط هكا نحل العصبان تاعي بيان سور، دائما تنحوا الخيط قبل ما تقدموها. هاي ليك دونك نحب ناكلها بيان، خلط الطعام مع العصبان. نوريه لكم هذا الطبق الاول، دونك كلش راه داخل الحميصه الروز هاي فريمون بيان مدوزنا لداخل. نقدمها دائما بالحار، واللي ما يحبش ياكل طعام قلت لكم ياكل اللي يحب ياكلها يعني عادي بلا طعام يحطها. انا واش درت، نقصت حكمت شويه على صوص، خليتها عقدت وحطيت فيها شويه جلبانه. ها الجلبانه لداخل هذه، دونك خليتها عقدت مليح. وهنا تسربيوها غير دونك تقدموها غير باللفت القرعه دونك العصبان تاعكم الحار واللحم. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. انا ما نقولكم صحه عيدكم، صحه عيد مبارك لجميع المسلمين، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. واذا عجبتكم الفيديو دونك ما تنساوش ديروا لها جيم، اشتركوا في قناه شهوات ماما باش يصلكم كل جديد ان شاء الله، ومع السلامه.